السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم الاسبوعي الرياضي 100% فار يلا على بركة اليوم كيف العادة إن شاء الله 100% آه فار بفقراته آه على السريع آه إيمان في التيران آه الفوتسال وكذلك اشكال الفار خليني نعطيكم فكرة بسرعة على الفقرات ديال اليوم من غير على السريع تتعرفوها تنعطيو فيها بعض الخبيرات وبالنسبة لإيمان في التيران غادي تكون معنا إيمان في التيران من هناك من سان بيدرو من جنوب إفريقيا غادي نتكلموا معاه على آخر التطورات اللي مرتبطة بمواقع وقع بعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية رغم أنه كل الكثير ما يقال والكثير ما قيل حول حول الاحداث اللي عرفتها مباراه او نهايه مباراه الكونغو الديمقراطيه والمنتخب المغربي اش قال الفار غادي نحاولوا ما امكن نتكلموا على الاحداث نحاولوا نتكلموا على المنتخب المغربي ومقابلته المقبله امام زامبيا يوم الاربعاء مع تسعود ديال الليل ان شاء الله ونتكلموا على يعني المغرب اذا ما تصدر المجموعه شكون غادي يتلاقى ولا كان في الرتبه الثانيه شكون غادي يتلاقى ان شاء الله وغادي نعطيو فكره على المجموعات تقريبا كامله والمنتخبات اللي تأهلت دابا بشكل مباشر وعرفناها تاهلات والمنتخبات اللي باقي خاصها خاصها تنتظر تسنى الماتش الاخير ديالها يلا على بركه الله نبداو فقرتنا الاولى على السريع على السريع ونبدأها بما انتهت الكاف يفتح تحقيقا فيما وقع بعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية تعرفوا وقعوا أحداث كيف ما أمامكم في الصورة وكذلك الفيديو لدينا عندنا فيديو كذلك ممكن أننا نبتوه هو الفيديو كيف ما بالعدسه ديال الزميله اه ايمان من هناك من الملعب يعني وقعت احداث اللي حنا في غنى عنها والكونغو في غنى عنها والكان ككل في غنى عنها ولكن على اي بعض المرات تتوقع استفزازات اللي ما تتقدرش انه تمتلك فيها اعصابك يعني حسب المعطيات اللي عندنا حنا مهم الكافره غادي تفتح تحقيق في الموضوع وحسب المعطيات اللي عندنا حنايا هو انه اللاعب الكابيتان ديكيب ديال الكونغو الديمقراطيه مبيمبا يعني استفز هو هذا اللي تنشوفوا امامكم في الصوره استفز بشكل فظيع جدا وليد الركراكي وليد الركراكي كان مشى عنده يستفسر وشنو واقع مالك لان حسب المعطيات اللي عندنا وبعد نهايه المباراه الكابيت العميد المنتخب الـ الكونغو الكونغو الـ الديمقراطيه مشى ديريكت عند اللاعبين في الاحتياط ومشى عند وليد الركراكي واستفزو بشي حاجه ملي وليد الركراكي مشى عنده بغى يستفسرو شنو واقع مالك علاش هذا هذا اه هو تيتكلم مع وليد الركراكي بقله احترام تيشوف بلاصه اخرى وما تقدرش وليد الركراكي شدو من يدعو على اساس انه شوف يندوي معاك يعني اعطيني يعني الاحترام نعطيك الاحترام فديك الوقيته العميد آه المنتخب الكونغو يعني تلفظ بكلام في حق الركراكي والاكثر من ذلك دار واحد الحركه اللي شافها كل شيء حركه لا رياضيه لا اخلاقيه دارها في وجه الركراكي وهذه شاف العالم ماشي نقولوا احنا غادي ندافع على وليد الركراكي شاف العالم ديك الحركه ما تدارش وعليه غادي نظن بانه غادي ترتب جزاءات على اللاعب مبيمبا لان حركه غير اخلاقيه وغير رياضيه يلا دائما على السريع رغم محاولة تهدئة الأوضاع من خلال المدرب وليد الرقراقي وبعض اللاعبين بتعليقات إيجابية الاتحاد الكونغولي يصدر بلاغا يتهم فيه بعض اللاعبين بممارسته العنف العنصري وللأسف هذا هو البلاغ ديال الاتحاد الكروي ديال الكونغو الديمقراطيه يعني في العوض ما يكون هو هو حكيم ويقول بانه كره وما خصناش نتجاوزوا اللعبه والروح الرياضيه والمغرب ما عندناش معه مشكل وحبابنا واشقائنا وخوتنا وهذه الهضره هذه كامله العكس صب الزيت على النار وقال بان اللاعب بيمبا يعني تعرض واحد ديسكور راه مكتوبه ديسكور دو لاباغ دي, دي جوور يعني وبانه كان فيكتيم ديال بعض الالفاظ العنصريه اللي صدرات من بعض اللاعبين المغاربه في داك الكولوار اللي تدي المستودع الملابس حسب ما قاله البلاغ فالبلاغ والاتحاد الكروي ديال الكونغو في العوض ما يكون حكيم وصدرتي بلاغ صدرتيه صدروا في اطار تهدئه الاوضاع صدروا في اطار بانها راه كره القدم وبان راه المغرب والكونغو راه منتخبات محترمه في افريقيا صدر بلاغ تبين فيه الحكمه ماشي تصدر بلاغ وتلعب فيه دور الضحيه وتصب الزيت في النار او او شفتي راسك مظلوم الكاف صفه الكاف تظلم على اساس انها تاخذ حق انك تاخذ حقك مهم على اي للاسف وكذلك عندنا واحد التدوينه ديال ديال غانم سايس غانم سايس هو تكلم ولكن ما هضرش علاش دابا حنايا مثلا اتحاد الكونغو حنا 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 الجامعه راه ما صدرات تبالغ الجامعه الملكيه لكره القدم وادانات و و و صافي الكانات فتح تحقيق وليد الركراكي ادلى بدلوي وقالوا في السر لعابها ها هو منهم غانم سايس هو دار واحد التدوينه و رومان سايس عفوا رومان سايس قال لك بانه لو فوتبول تتبقى رياضه فيها فيها داك عادي والاندرينالين عادي عادي اي جون باس يعني شو شو البداية كيفاش بدا رومان سايس عادي قال لك لو فوتبول غاز دو سبو افيك دو لاتونسيون ودو لادرينالين اي جون باس صافي قال لك راه هذه هي كره كره رياضه ما تخرجش على الرياضه وفعلا في هذاك العصاب والضغط فيها لان فيها تنافسيه والاندرينالين تطلع اي جون باس صافي وندوزو وانتهى الكلام قال لك التيران تيبقى دائما التيران ما يمكنش نفوتو وتوقعوا الاخطاء لا بريسيون راه كاينه ديال اللعب أه و كومبيتيسيون راه كبيره سي نورمال يكون فيها الضغط وهاد الامور هادي أه وكلام أه رومانسيس كله ما فيش أه ما فيش أه يا ما ينفو با ما ينفو با تو ميلونجي ليسي بلاس آه ان ديفيرلمون <applause> دو ان دو دي واضح قال لك خلي اي حاجه فيها حقد ولا خليها بعيد صافي من تلعبوا كره احنا في التيران نلعبوا كره انتهى الكلام اي حقد اي مشاعر ماشي تلهي صافي تبقى بعيده على التيران نبقاو دائما في اطار كره ونبقاو دائما في في اطار الرقعه الخضراء وشو واحد الكلمه قالها رومان سايس رائعه وخصنا وقفوا عليها قال لك اوني توس فيير دو غو اه دو غوبريزونتي يا سلام قال لك حنا كلنا نتشرف بـ اه يعني بتمثيل إفريقيا، القارة الإفريقية فيغ إيتغ أفريقيا يا سلام هاللي اللي بغينا بحال هكا هي الحكمة تدوينات بحال هكا اللي 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 تجمع تدوينات اللي 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 تسودي ماشي تدوينات اللي تفرق المهم على أين حنا هذا كلامنا على البلاغ ديال الكونغو الديمقراطيه اه كان الافضل يكون بلاغ فيه حكمه بحال التدوينه ديال يكون فيه حكمه حتى الكلام ديال وليد الركراكي في في المؤتمر الصحفي توا قال هضر قال لك ابدا قال لك ما كاين الفاظ عنصريه ما سبيتو ما عايرتو ما حتى حاجه مشيت عنده هو اللي جا استفزنا ملي مشيت عنده باغي نفسر منه مالك شنو واقع شطاري قلل عليا الاحترام دور وجهه له شديته من يدو ماشي شديته يعني بحال زعما تدوي شوف فيا عادي في اطار احترمني ونحترمك هذيك الوقيته تلفظ بين بكلام عنصري نيت وقال لك حقر حقر المنتخب المغربي وليد الركراكي والاكثر من ذلك سلاها بديك الحركه لا رياضيه ولا اخلاقيه ايوا الشيء ما بغيناش يكون لا من عندنا لا من عندهم لا من عند اي باش كان باش هذا الكان نجحوه ونعطوه به الصوره بان افريقيا تزدهر وتتحضر دائما على السريع المنتخب المغربي للفتيات أقل من عشرين سنة يتأهل عفوا لنهائيات كأس العالم بكولومبيا 2024 غادي نسمعوا تصريحات ديال لاعبة من لاعبات المنتخب المغربي للفتيات أقل من عشرين سنة وكذا المدرب Ça fait un an qu'on travaille pour la qualification pour la Coupe du Monde. On a réussi aujourd'hui. C'était un match très difficile, mais on a quand même réussi à se qualifier. Maintenant, on va tout donner pour, pour réussir en Colombie. Dima Maghreb. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je euh, sais pas trop quoi dire. Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Euh, ça a été un match euh, très, très compliqué contre une très belle équipe d'Éthiopie. on le savait. Elle nous l'avait montré au match-aller. Une nouvelle fois, au match-retour. On aurait aimé marquer assez rapidement dans ce match pour avoir un scénario plus facile, mais, mais voilà, aujourd'hui, on a fait preuve d'un état d'esprit irréprochable, comme à chaque match, comme depuis, je dirais, cette Coupe du Monde U17 en Inde déjà. On a la chance, on a un groupe fantastique de joueuses qui travaillent tous les, toutes, à chaque rassemblement, à chaque, qui progressent sans cesse. On a la chance aussi d'avoir un super staff, une super équipe. Merci à, à tous, à la fédération aussi, bien sûr, qui nous a... Bien accompagné dans, dans, dans ce projet depuis six mois, et puis euh, maintenant on va on va savourer, bien sûr, on va profiter, et puis euh, derrière, bien sûr, il va y avoir cette période de préparation pendant sept mois, puisque on va avoir la chance de participer, c'est historique, à cette première Coupe du Monde du vin féminine en en Colombie euh, à la fin du mois d'août, euh, voilà, dans sept mois maintenant, mais voilà, on aura le temps d'y penser plus tard. Aujourd'hui, c'est beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté pour euh, pour le Maroc, pour la fédération, et voilà. Je pense que voilà, le, le groupe le mérite, les filles le méritent, le staff le mérite et aujourd'hui, on savait que ça allait être dur, on est tombé contre une très belle équipe, mais voilà, je trouve que la victoire est méritée, la qualification est méritée. إذا بالتوفيق للمنتخب النسوي أقل من عشرين سنة في كأس العالم بكولومبيا 2024 اللي غادي تكون في شهر 8 المقبل إن شاء الله. المنتخب المغربي لكرة اليد للأسف ينهزم أمام الجزائر في دور المجموعات لكأس إفريقيا بمصر وسيلتقي الرأس الأخضر في المقابلة القادمة. الفارق مشتوش بزاف تقريبا واحد سبعة ديال النقاط 23 على 30 إشادة كبيرة بعموتة على رأس المنتخب الأردني بعد تعادل أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا عموتة بعد تعادل أمام كوريا الجنوبية حافظ على حضور المنتخب الأردني للمرور إلى الدور المقبل في كأس آسيا شادي رياض يواصل تألقه مع بيتيس والبارسا تطمح في استعادته وإمكانية عودته صعبة. كيف أن إمكانية عودته صعبة؟ خاص البارسا تشري العقد لأنه البيتيس لها الحق في انها تشري تاخذ شادي رياض وخاص البارسا تشري العقد باش ترجع شادي رياض لان كاين واحد البند اللي هو اللي خربق الاوراق ديال لونا كاين واحد البند وبطبيعه الحال بارسلونه بيتيس بغيت تبغي تبيع شادي رياض البارسا اللي هو كان في البارسا فغادي تزيد في الثمن ولكن البارسا محتاجه بزاف لشادي رياض حسب الاعلام الرياضي الـ 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 الاسباني آه الدفاع ديال برشلونه يعاني ولا بد من لاعب ارتكاز لاعب بمقويمه شادي رياض في دفاع برشلونه المستقبل غادي يحدثنا اكثر وغادي يقول لنا واش شادي رياض في دفاع برشلونه مستقبلا أولى لا ونختم الحراره المفرطه بالكوت ديفوار تجر انتقادات على توقيت المباريات واغماءات بسببها في صفوف بعض الجماهير نعم يا ساده هذه هي الحقيقه بعض الجماهير بتشجيع سخفوا اغمي عليهم لان الحراره واحد المستوى كبير راه تنتكلموا على 34 36 درجه ورطوبه 60 70 80% في ما يعني اي حركه درتيها غادي تعرق بزاف والاكسجين قليل ما يعني انت وانت وصحتك انت وصحتك اللاعبين كذلك الكثير من اللاعبين اللي انتقدوا برمجه المباريات مع الجوج اللي تتكون فيها الحراره الطوب 38 37 سو صعيب تلعب في 36 37 مع رطوبه عاليه صعيب 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 بزاف صعيب بزاف باش نكونوا واقعيين وموضوعيين راه المنتخبات العربية خاصة راه ما خلوش راه ما خلوش راه صعب راه شبهتها لكم اللي بغي نقرب الصورة لأي واحد ما فاهمش هذه القضية ديال الحرارة رطوبة الرطوبة شنو هي الرطوبة؟ الرطوبة هي أن الهواء فيه الماء هذه هي الرطوبة الهواء جزيئه الهواء فيها الماء بزاف قد ما الماء في الهواء قد ما الرطوبه طالعه يعني ملي تنقول لك ان الهواء فيه 70% ديال الرطوبه يعني 70% داك الهواء فيه ماء ملي تتنفسوا الى 70% ماء راه 30% اكسجين يعني ملي تتنفس ما تدخلش الاكسجين بزاف هذا واحد اذا اولا الجهاز التنفسي ديالك تيخدم بصعوبة لأن فيه واحد الأكسجين ضعيف والحرارة المفرطة اللي تتخليك تتعرق بزاف وتتفقد الأملاح والمعادن تنعرفوا العرق راه تيخرج منه من الأملاح خاصة المعادن والأملاح فانت تتعرق بزاف تخرج أملاح وتيخرج معادن هذا الشيء يعطي تعطي فتور عضلي شيء طبي تعطي الفتور العضلي فصعب جدا تلعب 90 دقيقة في جو سخون ورطوبه طالعه شبهتها لكم هي شنايا هي شديتي فرخه ودخلتي البيت السخون ديال الحمام وقلتي لها لعبي ماتش هي هادي راه هي حراره رطوبه هي هادي فصعب جدا 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 نعرفوا هذه الامور ولكن ولكن بمنطق الرياضه انا اقول كلمه بمنطق الرياضه بمنطق الرياضة دائما هذه أقولها وأكررها بحكم الاختصاص ديما اون بريباراسيون ديما اون بروب اون بريباراسيون ملي تكون تدير استعدادات لاي بطوله لاي ماتش لاي كره اي حاجه كومبا رينج كره ملي تدير بريباراسيون ديما دير في عين الاعتبار انك دير ليكستريم في لي بريباراسون. مهم نقدر نكون غلط ولكن انا تنهضر معكم بمنطق مدرب ويختلف الامر كاراتي كونج, آه, فول كونتاكت ماشي هو ولكن دائما انا كنت نقول الدراري وانا ملي كنت بريباري البطوله دائما تنبريباري بريباري اون اكستريم دائما ما تنبريباريش في لاصال دروب الساك مثلا لا لاصال ودروب الساك وتنمشي تنبريباري في العلو تنبريباري في الجبال تنطلع الفوق باش يكون مونك دوكسيجين باش الريه ديالي تعمر مزيان ملي تهبط تكون بحلم مضوبي نبريباري وصل البحر مع الموج الى اخره هاد البريباراسيون لي ليكستريم دائما تتخليك متفوق على لادفيرسير بواحد النقطة ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة هذاك التفوق بنقطة جوج ثلاثة أربعة في الفيزيك ديالك هو اللي تيدير لك الفارق في الرينك هو فأنا تنقول كذلك في كورة كذلك في كره عندنا نبدا واحد المنتخب عندي ولا واحد الفريق عندي كنادي دائما بريباري اون اكستريم دائما دائما ما شنو ندير لهم انا حصه تدريبيه ديال ربع ساعه في الصونه <applause> مالها نديرهم في شي قاعه ونطلق فيها البخار و... فيها الاكسجين وفيها البخار هو الكثير وندير لهم واحد الحصه ديال ديال القسمين من بعد تولي ربع ساعه من بعد تولي ثلث ساعه من بعد تولي نص ساعه دائما دائما بحال العسكر العسكر ملي تيتريني ما تيترينيش على حرب عاديه هبط الخندق تيري باق لا تيتريني على الخندق تيتريني على الرمله تيتريني على البحر تيتريني على الشتاء تيتريني على اي حاجه في كاع الاجواء في الغيص الوحل تتريني في اي حاله طبيعيه ممكن تكون تريفان لانه ما تعرفش الحرب فينا تحطو وانا اتمنى ما عرفش تنتمنى نقدر نكون تخربق ولكن نتمنى تخاض هذه الامور بعين الاعتبار الجامعه الملكيه والمدربين عافاكم ترينيو دائما بليكيب واحد شويه خام فوتوا الحد المعقول العادي ليكستريم فوتوا ديما 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 في لونترينمون بريباراسيون ديالك فوت الخصم بنقطه جوج ثلاثه وانتم عليكم تلقاو هذه النقطه جوج ثلاثه كيفاش كي كما قلت حنا كنا تنبريباريو عبد ربي انا كنت تنبريباري البطوله في لاصال في الساك في كل شيء وفي البحر وهي متى في البحر ملي تكون دافع طالع ملي تكون الموجه واحد جوج متر وثلاثه مثلا تنوقف اون بوزيسيون تنحاول نخترقها مرة تختارقها مرة تطيحك مرة تختارقها باش تدير واحد ستابيليزاسيون في الارض ملي تكون في الريق وملي تتكون وهكذا مهم، دير ليكستريم ما عرفش نقدر نكون تنخربق ولكن نجحت معانا في لي سبور ديالنا يلا خليني نمشيو لفقرتنا الثانيه ايمان في التيران ايمان في التيران التيران سان بيدرو هناك بالكوديفوار بي ديفوار معنا ايمان من هناك من الكوت ديفوار مرحبا ايمان اهلا بك حسين اهلا بكل المشاهدين الكرام مشاهدي 100% فاغ يا سلام دكتوني يا سلام الجليج المغربي برافو عليك برافو عليك ايمان برافو الاصاله المغربيه الاصاله الجليج المغربي, الأصال. ف... المغربي والرايه المغربيه واي حاجه مغربيه فالا وحنا نلبسوها ونديروها م. مفتخرين، وكما ذكرت دائما فاش كتكون مغربي وسط الامم تحس براسك راك راك شي حاجه اللي اكثر من القمه نعم تتحس براسك متميز كل شيء تيشوف فيك شوفه مختلفه عن باقي الفرق <applause> ولاننا المغرب والمغاربه وتاريخنا الصحيح جميل قولي لي يا ايمان آه ما نهضروش على كرات تفرجنا في الماتش كاملين ما هو تقني حللته مع مع عبد الله ناصر البارح وباقي غادي نتكلموا عليه اليوم شويه ولكن ما يهمني والمغاربه تيتسولوا كاملين دابا الاسئله كلها على ما وقع بعد المباراه اعطيها لنا ايمان بكل موضوعيه كيف ما شفتي راك لي شفتي لينا فيديوهات تبارك الله شكرا لك ولكن اعطينا بكل موضوعيه احنا ما تنخدموش بالانتماء حكا انا مغربي غادي ندافع على الركراكي ولا غيره لا بكل موضوعيه كصحفيه اشنو شفتي؟ شنو طرا بالضبط ايمان؟ فحسين قبل ما ندخل معاك المقابله هو كانت استفزازات كما قلت لك البارح في المراسله ديالي معك كانت استفزازات يعني منين حطينا رجلينا في لورون بوكو حطينا في الملعب من طرف ناس تما خدامين انك بغيتي غير شي حاجه من حقك كيعطيوها لك حتى كيشحفوك بهذا لو فغيتيرم يعني المغربي ف <applause> يعني داك ديك الشحنه ديال ديال الحراره كنظن ان الحراره على كل شيء راه ماشي فقط على المغاربه كنظن على انه حتى يعني الاشقاء ديالنا الاخرين حتى هما ما الحراره هذه الشيء اللي بان البارح فدخلنا في شفنا يعني الماتش كيفاش داز الهدف الرائع اللي كان ديال اشرف حكيمي من بعد من جا هذاك لو بينالتي هو اللي بدا هذاك الشحنه ديال 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 المشا... المشكل او المشاكل اللي طراو يعني في ذاك التيران فشفنا وليد الركراكي في الآخر ديال المقابله مشى كيصافح اللاعب او القائد ديال الكونغو الديمقراطيه اللي هو مبيما فوليد الركراكي منين شفناه يعني غادي كيصافح بغى بغى يسلم عليه لانه كان استفزازات كانت تضيع ديال الوقت كانت بزاف ديال الامور ف ما ما يعني ما تقبلش هذيك القضيه فقال له ما تسلمش عليا يعني ما تصافحش عليا هذيك اللقطه حلا بغى اتاكي يعني وليد بالنسبه للدراري اللي شافوه هو راه ما بغى لا اتاكي لا والو فاللاعبين جاو كلهم يعني وسط وسط دارو داروا بالركراكي بغاو يحميو هذيك اللقطه هذيك منين منين صافي يعني دازت ديك اللقطه ويدر الركراكي في الندوه الصحفيه قال بلي انا يعني استفزيت من طرف مبيمبا من طرف بعض اللاعبين الكونغوليين انا وبن محمود يعني هو والمساعد ديالو فهو مشى كيقول بغى يقول لي شنو علاش زعما غتستفزني شنو شنو زعما المشكل فهذيك هذيك اللقطه اللي شفتو نتوما نصيري داخل كيجري يعني البستير وكونو شادو من الشخص ديالو هو تابع واحد لاعب اخر الكونغولي اللي بغى يتهجم يعني على المت... واحد لاعب مغربي فهو ما ما على انه يدير الامور ديالو فمشى دار هذيك لا رياكسيون هذيك فحسين هنا انا غنعطيك بالموضوعيه اللي قلتي لي وغن وما ومن سوش, سوش ايمان هو واحد الصوره اللي دابا تتبارطاجا وكلشي شافها والعالم شافها والكاف شافتها وكلشي شافها والفيفا شافتها هو الحركه دارها بيبا في وجه وليد الركراكي غير رياضيه وغير اخلاقيه فحسين ما نقدروش نقولوا لا اخلاقيه ولا رياضيه و -و غير اخلاقيه هي ما تدارش في كره لا لانه انا ج انا انا غنوضح لك نوعا ما حيت انا كنت قريبه ونقدر نكون يعني غالطه داكشي اللي شافت العين ديالي يعني. نعم. فهو منين قال له قال له بحال هكا انك شديتيني من إيديا، زهرتي عليا ما بغيتكش تقيسني هذا الشيء اللي فهمت انايا واللي شافت عينيا ف اذا كانت إلا مقصوده غير باش نرجعوا حسين اذا كانت إلا مقصوده فالكاف صحيح اذا 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 ايمان اذا ايمان من خلال الشوفه ديالك انت في التيران انت تقول لنا بانه بيبا هذيك ما قصدش بها حركه غير اخلاقيه انما مقصد بها تقول لي راك شديتيني من يدي ولا هذا المهم كما قلتي صافي تتبقى الروايه ديالو هي هذه الكاف كما كم قلتي غادي تحقق في الامر حاسب وهي غادي ت... هي اه هي غادي تبني الجزاءات على الحركه وكيفاش تشوفها هي يلا كملي ايمان مرحبا غير باش غير باش نرجعوا للموضوع نعم. هو انه حنا في على هاد الشيء صح صح يعني آه الناخب الوطني وليد الركراكي كنتمنوا ليه جميع الاحترام وحنا معاه وحنايا يعني آه يعني مغاربه سودي وغنكونوا اي واحد ضد يعني وحنا اللي تنعرفوا وايمان حنا اللي تنعرفوا على وليد الركراكي واحد الانسان محترم جدا العيب ما تيخرجوش من فمه محترم ومربي كما تنقولوا حنا بالدارجه بالمغربيه راه انسان مربي راه والدي ربا وعرفوا شنو ربا فهو راه قالها والد الركراكي انه طلع على ادرينالين فهنا هنا غنرجع لك على والد ما كانش خصو يمشي اللاعب بيمبا يبقى هو مترفع لانه المغرب هنا نتفق اعين دي ديال كل شيء هنا نتفق ايمان هنا ايمان نتفق وليد الركراكي كان يتعفف اسيدي ما تمشيش عنده ما تسولو لا مالك لا ما صافي. خليه صافي ولكن حسين هنا هاد النقطة هادي من واحد الجانب جانب آخر أنك راه يمكنش والله وأنا كنقولها عن صدق أنك تقدر تمالك الأعصاب ديالك صح صح, صح 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 هذاك الجو راه يمكنش راه الناس سخفوا في لي ديال الجماهير صحافيين حتى هما سخفوا والله واحد المصور طلع عندنا قال لينا بعد المفهوم المغربي تسوطات لي الكاميرا ديالي بهذاك الحراره اللي كاينه آه. يعني ما يمكنش ما يمكنش تمالك الاعصاب ديالك لدرجه انا علاش قلت لك هاد الهضره لانك فاش تمارك هذاك الهدف ديال التعادل والفرحه الهستيريه اللي كانت عند الصحفيين وبعض الجماهير اللي كانوا في التريبون في اي بي آه بداو كيستفزوا الصحفيين الصحفيين اللي هما حنايا اللي كنا انا ديك الساعه كنت في المراسله مع منير اوبري في برنامج البطوله فكنشاهد هذاك الشيء فتا كنشوف صحفيين يعني كيتشابكو بالايدي اشنو فاش سولت اوقع قال لك يعني بداو هما كيستفزوا فينا وغيروا المقدسات المغربيه دونك آه. المقدسات المغربيه ستوب خط احمر لاي واحد في هذا العالم منين غنتا غتسمع يعني كمغربي ان المقدسات ديالك تسبو فانا مني وراسي وش وجبد غنغياجي واخا قولي لي يا ايمان هذا هذا الامر اللي قلت لنا دابا واش هادو الصحفيين ينتمون للجهاز الصحفي الكونغولي ديال الكونغو الديمقراطيه ديال الكونغو الديمقراطيه وهذا الشيء شفتوه لانه انا كنت كنوصف هذاك الشيء المونير وصلات وصلات ال... وصلات ال... المضاربه كاع بالفعل بالفعل يعني وكيعيروا الصحفيات اللي كانوا الزميلات الزملاء كيجيو حتى حتى لوجههم وكيديروا لهم زعما راه حنايا وشوف هادشي ما غريبش يعني على الجماهير الكونغوليه مي كتشاهد يعني المنتخب في اخر في اخر لقاء اللي كان يعني مع الكونغو يعني في, في الاقصائيات ديال ديال كاس العالم وكذلك اللي لا اللي بلاتي إيه ايمان واش هادشي اللي قلتي لي دابا على الاستفزازات ونسبوا لينا الثوابت ديالنا المغربيه أه حيت ملي تتقولي التوابيت ترى الله الوطن الملك هذه هي توابيت البلاد الزملاء ما قدروش يشدوا راسهم وراه حتى واحد يصبر يسبر شكون اللي يصبر وانا و... لكنت في ذاك الموقف وسبوا لي توابيت البلاد من راه ما راه راه ربي الله يحفظه صافية شيطرة او راه ما يمكنش ما يمكنش الطرف ديال الزميلات يعني ما يمكنش ما يمكنش واش تهضري فت... شكون اللي يسب واش الجماهير ديال الكونغو الديم... او بعض الجماهير ديال الكونغو الديمقراطيه ولا بعض الصحفيين ديال الكونغو الديمقراطيه بعض الصحفيين اللي كانوا حاضرين في التريبون ديال لابخيس وهذا الشيء زعما الى بغيتو زعما بالادله ان الاصدقاء والزملاء الصحفيين لدرجه انني انا كنقول لهم واش كيقول لك وفعلا وحنايا شاهدين وحنايا هذا فما عرفتش الاستفزازات هي شي حاجه معروفه عند الجماهير يعني الكونغوليه وكتا يعني الصحافه الكونغوليه أو بعض بعض خليني خلينا نجزئوا خلينا نجزئوا بعض ما نقولوش كل شيء بعد لا بعد 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 م. بعد, بعد لانه الناس فيهم حجر وطوب صح ف ف مين كتكلم كتمشي لكينشاسا كتعرض للمشاكل يعني حتى الفروق الوطنيه ديالنا دونك هذا عادي لبعض الناس وبعض الجماهير الكونغوليه فهذه من جهه أه الحاجه اللي بغيت نتكلم عليها هو مبيمبا خرج في لازون ميكس حنايا كصحفيين سمعناه انه قال يعني في التصريح ديالو ما عطانا حتى شي ما عطانا حتى كيقول لك ترا بيني وبين وليد الركراكي امور والله هو اللي شاهد على هذا الشيء وفهمتي بدا كيدخل وكيخرج في الهضره ما واحد الحاجه اللي ديريكت عكس وليد يعني لي ديكورتيكا الهضره اللي دي تقالت والاستفزازات اللي جات من طرف اللاعب مبيمبا كما قلت يا إيمان للاسف الشديد احنا ما تنبغيوش هذه المواقف نعيشوها في كاس افريقيا او في كل التظاهرات الافريقيه يكفي ما ياخذه العرب الغرب عفوا يكفي ما ياخذه الغرب من نظره في احيان محتقره للقاره الافريقيه واهلها فاحنا بغينا ترقى الامور الى الافضل عفكم يكفي يكفي من يكفي من العنصرية يكفي من نظرة الآخر بالزراء وباحتقار لا احنا ليهم لا هم لينا صافي احنا خوت احنا كنا في قارة واحدة كما قال في تدوينة جميلة ورائعة قال لك أنا أفتخر بأنني إفريقي ونفتخر بأننا أفارقة ونفتخر بأننا أفارقة ونخدموا جميع من أجل إفريقيا أما هذه الاستفزازات بحال هكا وعطيني ونعطيك وتعير لي, وتعير لي التوابيت الشيء ونحتقرك وتحتقرني راه تبقى دائما إفريقى. افريقيا تحت الصباط وانتهى الكلام <applause> نعطي يعني نقط ان الجامعه الكونغوليه خرجت بواحد يعني البلاغ بلاغ درجناه نعم لانه وليد ركراكي استفز هذاك اللاعب على العكس يعني الجامعه الملكيه ديالنا خرجت بان العلاقه الكونغوليه الكونغو الديمقراطيه والمغرب فكتبقى واحد العلاقه اللي جد جيد جيده وحنا دائما كنا من المساندين ديالهم فشوف العقليات اللي مختلفات ف كنتمنى على انه هذا الشيء أه ما يبقاش لان الصوره الافريقيه كتخدش وحنايا كمغاربه علينا العين فكفايه اننا نخليو الناس من يدوزوا لينا والاعداء ديال الوطن من يدوزوا لينا حسيني سمحتي نعطيك لو بروغرام أه يعني بسرعه ديال المنتخب الوطني المغربي ديال اسود الاطلس اليوم كانت حصه تدريبيه أه مغلقه بيان سور كيكونوا فيها اللاعبين اللي ما كانوش كونفوكي واللي ما لعبوش الماتش البارح أه ازاله العياء وكذلك غادي تكون غدا ان شاء الله لا دو بريس مع الوحده باذن الله الناخب الوطني وليد الركراكي والحصه التدريبيه اللي غادي تكون ان شاء الله مع 8:30 في نفس في نفس يعني التوقيت ديال الماتش امام زامبيا وحاجه اخرى حسين الا سمحتي ليا فما ما دوزنيش يعني فانا متبعه اخبار فهاني ان المنتخب الوطني أقل من 20 سنه للفتيات او للنسوه التاهل ديالو ان شاء الله الكولومبيا حنا غنمشيو معاهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله اول ليهم فشي حاجه لي جميل وكذلك وصل الكربوبي اللي اليوم جات يعني الماتش ديالها اللي كان نيجيريا امام غينيا بيساو واللي انتصرت فيه نيجيريا وقامت واحد المباراه صح. محترمه كانت كانت, 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 حكمة في كانت حكمه في المستوى كانت حكمه في المستوى و... <applause> ونيجيريا مبروك عليها التاهل آه إيمان شكرا ليك شكرا ليك جزيلا ودائما إيمان معنا لف سون بور صون فار لف تغطيتنا هنا على القناة الفضائية شاداتي في بالنسبة للقاءات المنتخب المغربي وكذلك مع منير أوبري في برنامج البطولة بشاداتي سام شكرا ليك إيمان على المجهود الجبار اللي تتقوم به إذا بلاغ صدر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص الأحداث التي تلت مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية وهو البلاغ أمامكم كيف ما تقول البلاغ على إثر الأحداث المؤسفة التي عرفت نهاية مباراة المنتخب الوطني ضد نظير منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن الجولة الثانية عن يعني المجموعة السادسة من منافسات كاس افريقيا لامم المقامة حاليا بالكوت تقدم الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم التوضيحات التاليه اولا التاكيد على العلاقات المتميزه والتاريخيه بين المملكه المغربيه وجمهوريه الكونغو الديمقراطيه وكذلك وكذا روابط الاخوه الأخوة بين الشعبين ثانيا إن علاقة التعاون الاستثنائية بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الكونغولي لكرة القدم وعدد اللاعبين الكونغوليين الذين يمارسون نشاطهم في المغرب واتفاق الشراكة التي تجمع بين الاتحادين خير دليل على ذلك ثالثا الجامعة تقول ندين كل التصرفات غير الرياضية التي تلت هذه المباراة دون الدخول في منطق الاتهامات رابعا تقول الجامعة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيد فوزي القجام كان أول من هنع مدرب المنتخب الكونغولي سيد سيباسيان دو صابر وهو ما يترجم قيم الروح الرياضية العالية بين المنتخبين وللإشارة فقد سائر الدولي المغربي أشرف حكيمي على تتبع علاج اللاعب هينوك باكا وتقول الجامعة ومن خلال ما سبق تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجددا تمسك بقيم الروح الرياضية والأخلاق واللاعب النظيف مبرزة أن هذه الأحداث لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الروابط الأخوية بين البلدين وإنتهى كلام الجامعة وهذا هو منطق الحكمة هذا هو منطق الحكمة برافو بلغ رزين بلاغ حكيم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عكس للأسف الشديد البلاغ ديال الاتحاد الكروي للكونغولي اللي لعب فيه الضحية واللاعب مبيبا ضحية وأن وليد الركراكي واللاعبين استفزوا آه لاعبي الكونغو واستفزوا مبيبا بألفاظ عنصرية شو الفرق ما بين هذا البلاغ وذاك البلاغ على أي نحن نعيد ونكرر ونقول هي لعبة كروية ثانيا هي مؤطرة بالروح الرياضية ثالثا لنعمل جميعا من أجل إفريقيا يلا نبدلوا الرؤية اللي عند العالم حول إفريقيا أش نبدلوها بالهضرة رانا نبدلوها بالتعاون بيناتنا بالتفاهم بيناتنا بالأخوة بيناتنا بالسلام بناتنا والعمل الجاد رابح رابح بعد الفاصل منير اوبري غادي يكون معنا في فقره الفوت صار نعود ونواصل معكم 100% فار دائما مباشره على قناتكم الفضائيه الشدا تي وكيف ما قلت لكم قبل الفاصل فقره الفوتسال مع منير اوبري وبعدها مباشره غادي تكون عندنا الفقره باش نختموا اشغال الفار مع عبد الله الناصر نعطوا فيها يعني اللي جروب فين وصلوا الماتشات فين وصلوا لحدود الساعه منتخب المصري معادل امام الكافير او الراس الاخضر بهدف لواحد يلا منير كيف الحال <applause> منصوب الى ان يثبت أن العكس. العكس العكس آه، ما صار معادله واحد واحد, واحد, واحد. ما آه، صار تعاني الامرين آه، عرفت مالها آه، هو دائما ما كاينش شي حاجه اللي غريبه المنتخب المصري على شاكله الاهلي دائما المعاناه في دور المجموعات وموعدنا ملي يدوزوا صح غادي تلقاهم في المباراه النهائيه صح وما عندهم ثقافه المباريات الاقصائيه ولكن المعاناه دائما دائما في الدورات المجمعه كيدوزوا بصعوبة. ولكن من بعد تتلقاهم من بعد تتلقاهم كيمشيو معاك في المباريات الإقصائية في 90 دقيقة 120 ضربة ترجيح كل ماتش بماتش كل ماتش بماتش تتلقاهم في الفينال صحيح صحيح ولهذا المنتخب المصري حذاري راه إلا داز <applause> آه تقدر تلقاه اللقب <applause> الثامن تلقاه في القضية صعيبة شوية هذا العام كاين المتنافسين كثار وكاين المنتخب المصري إلا إيه داز بعدا باقي المباراة ما انتهت باقي آه. الرأس الأخضر فريق يا سلام كبير جميل يا سلام. ورغم انه ما لعبش كاع العناصر الاساسيه ديالو ما لعبهاش كامله وكيبقى كيبقى اه ولكن تتبقى الكاب فير دار دارت كرويه كبيره الكاب فير وقيلا البداية من عندنا حنايا يعني. من عندنا صحيح من كاس افريقيا 2013 صحيح باش معنا ذاك التعادل وحنا اللي دينا معاهم التعادل اه في 2013 وتما الكاب فير شدها الطريق الكاب فير وخربحناهم الي وروتور في الاقصائيه ديال 2017 مع الفيرونار لكن كيبقى الراس الاخضر في يوم من الايام راه هما اللي كانوا متصدر ديال الترتيب الافريقي فاش لعبنا معاهم وازالت كنذكر واحد المباراه وديه مع البرتغال برو كريستيانو رونالدو في البرتغال وربحات الكاب فير هما عندهم كره برتغاليه آه. كافير كيف بحال الشكل اللي مثلا مع فرنسا والمدرسه الفرنسيه وكلشي آه. لدرجه تقدر الرأس الاخضر ومجموعه من الدول بحال موزامبيق آه، غينيا الاستوائيه آه... مش غينا بيساو هادو كل هذوك المستعمرات السابقه البرتغاليه انغولا كتقدر تلقاه في بعض الاحيان لاعبين باصول برتغاليه وكيلعبوا مز... كيلعبوا بي... في كيلعبوا باسم هاد المنتخبات يلا خلينا نمشيو للفوتسال نمشيو للفوتسال على بركه الله على بركه الله نمشيو للفوتسال لل... مشاهدينا الكرام في حلقه اليوم 100% فقره الفوتسال فقره الفوتسال حلقه اليوم كما هي العاده غادي نتنقلوا ما بين نشاط المنتخبات الوطنيه المغربيه ونشاط الانديه المحليه من خلال البطوله الوطنيه ونتائج وترتيب الدوره 18 يعني نتائج الدوره 18 والترتيب ما بعد الدوره 18 اطلاله كذلك على سوق الانتقالات لان الفوتسال حتى في حركه ديال الانتقالات وكيف بين قوسين كيف تم توزيع تركة شباب المحمدية مجموعة من اللاعبين الذين عانوا داخل فريق شباب المحمدية الذي يعاني فسخوا عقودهم وكل ذهب إلى وجهة أخرى كل هذه الأشياء غادي نتكلم فيها وسعادة جدا باش يكون معنا في حلقة اليوم الإطار الوطني في الفوتسال سي سعيد أعراس مرحبا سي سعيد مرحبا سيدي منير تبارك الله عليك أخاين نهار كبير بخير مزيانين نهار كبير بك سي سعيد تحيه لك سعيد اعراس المدرب السابق لفريق اولمبيك تطوان غادي نجي نتكلم معك على ديك التجربه ديال اولمبيك تطوان لانها تجربه فريده من نوعها كيف انتقل اولمبيك تطوان من العصبه ديال طنجه تطوان الحسيمه الى القسم الاول ولكن حنا كنشوفوا النتائج ديال فريق اولمبيك تطوان في البطوله ديال هذه السنه نتائج ما ما غاداش مزيان انا قبل قبل ما نبدا معك الحديث السي سعيد اعراس نمشيو بعدا الاخبار المرتبطه بالفريق الوطني المغربي اللي كيف قلنا يستعد لكاس افريقيا الامم اللي غتنظم في المغرب مازال ما عرفناش يعني القاعات المقترحه الى غير ذلك كنظن المسؤولين هنا باقي باقي الوقت فين غادي يعلنوا ولكن الفريق الوطني المغربي هشام كيك المنتخب يعني في برنامج اعدادي متواصل وكاين واحد اربعه ديال المباريات غادي تلعبوا ما بين الفاتح من فبراير فما فوق امام المنتخب الايطالي جوج ديال المباريات وديه وامام المنتخب الصربي جوج ديال المباريات كيف كتشوفوا على الشاشه نهار الخميس فاتح فبراير المباراه الاولى مع ايطاليا ونهار السبت المباراه الثانيه مع ايطاليا ثم جوج ديال المباريات اخرى لحد 4 فبراير مع صربيا والثلاثاء ستة فبراير مع صربيا هذا يعني البرنامج الاعدادي للفريق الوطني المغربي خلال بدايه الشهر المقبل في انتظار ان شاء الله اتضاح الرؤيه بخصوص المباريات الاخرى اللي ممكن تلعب تحضيرا لكاس افريقيا وكيف كيقول كي دائما هشام تكيك الاعداد كيكون يعني آه على حسب مستويات المنتخبات اللي غادي تكون يمكن نشوفوا مباريات اخرى من عينه اخرى ديال الفريق الوطني المغربي. دائما مع الفريق الوطني المغربي احد اللاعبين احد ابرز لاعبين صفوف الفريق ادريس الرايس الفني كان لينا اتصال معاه من خلال شادة تي في تكلمنا معاه على واحد المجموعه ديال الاشياء نستمعوا لما قاله ادريس الرايس حول تنظيم المغرب لكاس افريقيا للامم بحكم انها الدوره الثانيه على التوالي اللي غادي يلعب هذا الجيل ديال اللاعبين بالمغرب انا جد سعداء بهذا التنظيم هذا ان شاء الله كاس افريقيا على الاراضي ديالنا في البلاد ديالنا امام الجماهير ديالنا انا مع حنا جد سعداء وان شاء الله نحافظوا على اللقب ديالنا حنا خدامين باش ن... باش نحافظوا على اللقب ونخليوه ان شاء الله في المغرب وخا زعما الصراحه ما تكونش هاد النسخه تكون مختلفه تكون صعيبه على النسخ اللي دازو بحكم الفرق كتوجد لك كتكون لعبة مع مع البطال مع المغرب كيبغيو كيلعبوا معك بواحد الطريقه مختلفه بواحد الحماس زايد وهذا الشيء اللي كاين الفرق كيلعبوا معك بحماس زايد وهذا الشيء اللي كاين يعني ما, ما كاينش شي حاجه اللي غادي ممكن نزيدو والا ان آه يمكن الكأس ديال هاد دي السنة نسخة هاد السنة غتكون مختلفة ولكن كيبقى الفريق الوطني المغربي مستوى عالي على باقي المنتخبات بالرغم من المتابعة القوى اللي كانت ربما قد تنافس المغرب فهي يمكن نقولوا دون المستوى مصر ليبيا انغولا موزمبيق كل هاد المنتخبات ننتظروا بعدا بداية الإقصائيات ونشوفوا الفرق اللي غادي تأهل وكيبقى المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال هو المرشح رقم واحد لإحراز هاد الكأس واللي غتكون مؤهلة لكأس العالم حول استعدادات المنتخب الوطني المغربي لهذه المنافسه نستمعوا دريس الرايس بصفته واحد من اللاعبين اللي مع المجموعه الكامله ديال اللاعبين المحترفين كذلك وكذلك كيكون ضمن المجموعه ديال اللاعبين المحليين اللي كتدخل في تربصات نستمعوا لدريس الرايس الفني بالنسبه للاستعدادات الحمد لله حنا الاستعدادات ولفنا مع مع السي هشام الاب ولفنا ديما الخدمه يعني ماشي زعما ضروري كتكون كتك الكومبيتيسيون يعني الحمد لله الاستعدادات دايزه في واحد المستوى اللي عالي عالي بزاف كنخدموا على على كاع لي ديطاي لي ديطاي صغار باش ان شاء الله ما تكونش شي مفاجاه وكنشكروا الجامعه فيدراسيون والسي القجار الرئيس ديالنا على على التوفير ديالو الارض ديال المناسبه باش نشتغلوا وكيوفر كتوفر لنا المباريات المباريات الدوليه اللي كبيره اللي كنستافدوا حنايا منها كلاعبين بزاف بزاف مباراة ديال هونيفو هو مباريات ديال لو نيفو وهنا فين الفريق الوطني المغربي ربما كيرجح الكفه ديالو على باقي المنتخبات الافريقيه لانهم شافوا واحد البرنامج مكتف ديال مجموعه المباريات الوديه الشيء الذي لم يتوفر لباقي المنتخبات وهنا كنهضروا على الظروف اللي توفرت للفوتسال المغربي للمنتخبات الوطنيه بالاضافه للمباريات فكاين تربصات متواصله في مركب محمد السادس ديال اللاعبين المحليين وحتى الكاس افريقيا للامم هذا الشيء ممكن ينفع الا اللاعب المحلي ديال البطوله الوطنيه نمشي عند الضيف ديالنا سي سعيد اعراس الا إيه بغيت نسولك على المنتخب الوطني المغربي كيفاش كتشوف يعني التحضيرات والحضور ديالو في كاس افريقيا والتحضيرات يعني كما كيعرف الجامع يعني سي هشام يعني تبارك الله عليه هذه سنوات فهمتي سنوات هو كيخدم يعني كما صرح هو ضحى ضحى كثير بزاف والحمد لله الامور يعني ماشيه مزيانه والتحضيرات كما كي كيعرف الجميع يعني السنوات الاخيره تحضيرات مكثفه يعني سواء اللعابه المحليين ولا اللعابه اللي في, 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 الخارج يعني في اوروبا يعني كل اسبوع مثلا هنا في محليا كل اسبوع كيمشيو كومبلكس محمد السادس اللاعب اللي هما ديال اوروبا يعني في كل توقف ديال الفيفا ولا كذا كيجيو كيحضروا آه كما قال السي آه آه الفني بان التحضيرات يعني في المستوى كيلعبوا مع فرق في المستوى لهذا كنظن بانه اللقب ما يقدرش يخرج على على, على الفريق الوطني ان شاء الله من الوطن ديالنا ان شاء الله ان شاء الله وحتى الفريق الوطني المغربي كيبقى دائما متبوع بمنتخبات اخرى ما نساوش حتى المنتخب الرديف مع عادل السيح حتى هو عنده واحد البرنامج مكتف من المباريات عنده اون دوبل مع المنتخب الايطالي اقل من 23 سنه اضافه الى المنتخبات الاخرى نشير هنا فقط ونفتح واحد القوس على المنتخب الوطني ديال اقل من 19 سنه لانه الحديث شفت واحد الخبر كيدور ديال الغاء مباراتين وديتين كان من المفروض المنتخب الوطني انه يخوضهم باسبانيا مع المنتخب الاسباني اللي كاين هو حسب المصادر ديالنا قد يكون هناك واحد الخطا اداري خطا ربما ما غاديش نقول واش مقصود ولكن غير في التقدير المراسله اللي جات او الدعوه اللي جات من مثلا الاتحاد الاسباني لكره القدم فيها واحد التاريخ ولكن ديال 2025 ربما الناس هنا ما انتبهوش قالوا ربما ذاك خطا مطبعي ولكن عند الاستفسار لقاو على الاتحاد الاسباني كيهضر على 2025 بمعنى ناس واضعين برامج ديال اكثر من سنه ديال تحضير منتخبات وطنيه انا في حديثي مع احد الاصدقاء فقال رب ضارة نافعه مزيان تحنا نتعلموا ان البرنامج يكون ماشي غير سنوي ولكن فوق سنوي وتكون واحد الرؤيه بعيده في تحضير المنتخبات الوطنيه نمشي ندير واحد غنبقى معك السي سعيد عرس في الشمال ونمشي انا وياك لمدينه طنجه اللي عرفت مؤخرا واحد واحد البلاطو تكلمنا الاسبوع الماضي على بلاطو خاص باللاعبين ديال قبل من 17 سنه في واحد الدوري اللي تقام طيله واحد الايام فالان على مستوى السيدات وبحضور اعضاء من الاداره التقنيه الوطنيه تقام واحد الدوري بمشاركه مجموعه من الفرق والهدف هو التنقيب على لاعبات للمنتخبات الوطنيه لكره القدم داخل القاعه للسيدات الفرق اللي شاركت كنلقاو شبيبه طنجه نجوم البوغاز نادي اسود طنجه استوديان تيس طنجه الهدف الرياضي التطواني اسود تطوان شابات تطوان اف سي شفشاون صديقنا عادل هو غيعطينا بعض الصور الخاصه بهذا الدوري اللي جرى في اجواء جميله وجميله جدا والبنات لعبوا الفوتسال كوم الفو كتشوفوا كذلك حتى للافراد ديال الاداره الاداره التقنيه الوطنيه اللي كانوا حاضرين نوره الجمعاوي سي الحجوجي هشام اقصبي عبد العزيز بيدول مهدي الادريسي خديجه اكنوش محمد الوهابي الاطار كذلك ضمن الاداره التقنيه الوطنيه من بين النتائج فالمركز الاول فاز به نجوم البوغاز، المركز الثاني الهدف الرياضي ديال دي تطوان، المركز الثالث شبيبه طنجه، احسن حارسه هي دعاء الحمري من شبيبه طنجه واحسن لاعبه دينا دريوش من اسود تطوان، هدافه الدوري كانت هي سميه الخالدي هي أه اللي فازت باحسن هدافه في هذا الدوري بتسجيلها لمجموعه من الاهداف، فنتمنى ان الناس ديال الاداره التقنيه الوطنيه يكون هذا البلاطو افاد الشيء الكثير كره القدم النسويه وقادر على انه يعطينا لاعبات ولاعبات اخريات ان شاء الله بعيدا على عصبه الشمال اللي هي طنجه تطوان الحسيمه هذه المره في عصبه الغرب يعني بالضبط مدينه القنيطره نادي صقور القنيطره غادي ينظم واحد الدوري ولكن يعني فيه اربعه ديال او ثمانيه ديال الفرق اللي هما اسود الخبازات صقور القنيطري الامل القنيطري اكاديميه شيبو القنيطره ثم في المجموعه الثانيه كاينه دينا القنيطره الكواكب القنيطري كاكسبو قنيطره ولا بوات الغرب وهذا الدوري حتى هو لاختيار لاعبين آه، للمنتخبات الوطنية وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شارك مع العصبة الجهوية رباط سالة القنيطرة هذا دوري لكرة القدم داخل القاعة للسيدات غادي الدار يوم الخميس المقبل إن شاء الله في قاعة المغرب العربي بني وجيه مدينة القنيطرة من العشرة الصباح يعني يوم كامل ديال الفوتسال سي سعيد أعراس علاش عصبة الشمال أو عصبة طنجة تطوان الحسيمة هي اللي معروفه اكثر من غيرها بكره القدم النسويه على مستوى الفوتسال او هي اللي اللي باقي العصاب. السبب الرئيسي ما ما نقدرش نعرفه ولكن يعني ممكن نقوله ممكن نقول مثلا تاريخيا يعني الكره النسويه هنا في الشمال يعني بالخصوص في الفوتسال، إحنا في الفوتسال مثلا في الشمال يعني كي تلعب اكثر على ما اظن تلعب اكثر على المدن الاخرى والجهات الاخرى. هذا هو كنظن هو السبب الرئيسي ان يعني عصبه تطوان طنجه الحسيمه يعني متوفر على اكثر فرق وعملوا بطوله لعبوها على ما اظن العام اللي فات والعام اللي قبل منه يعني كنظن عامين ولا ثلاث سنوات على ما اظن وما كيمارسوا يعني في بطوله ديال عصبه تطوان طنجه الحسيمه بينما الجهات الاخرى ما كاينش البطولات يعني غير دوريات مصغره وصافي من غير دورية ولا اكثر من هذا والحاجه اللي كنا دائما كنتكلموا فيها على مستوى المنتخب الوطني ديال الفوتسال للسيدات فآخر اخر اللوائح اللي تعلمنا عليها من طرف سارة ميرينو المدربه الاسبانيه كاينين اللاعبات ديال لو 11 اللي يتم استدعائهم للمنتخب ديال الفوتسال من بين لاعبات مريم الحجري اللاعبه ديال فريق سبورتينغ البيضاء اللي في الفوطه 11 ودارت فينال ديال تشامبيونز ليغ مع سبورتينغ البيضاء فهي مدعوه للمنتخب الوطني للفوتسال للسيدات حنا نتمنوا انه نوصل لواحد الوقت ويكونوا لاعبات يعني سبيسيالمون ديال الفوتسال لانه هناك خصائص محدده ديال الفوتسال وكاين واحد الفرق كبير بين لو فوطه 11 وكذلك الفوتسال نمشيو للبطوله الوطنيه معك السي سعيد اعراس نشوفوا جميع نتائج الدوره 18 من البطوله لوكوس القصر الكبير كيرجع لسكة الانتصارات كيفوز على نادي بني بوعياش ب 3-0، صقر اكادير فاز على رجاء اكادير 3 3-2 في الديربي ديال مدينة اكادير، وسود الخبازات كينهزم أمام شباب الوفاق 1-0، دينامو القنيطرة فاز على شباب المحمدية 9-5، شباب خريبكا فاز على أولمبيك تطوان 8 2 أجاكس تطوان خسر مع فتح سطات 6-4، شباب علم طنجة فاز على دينا القنيطري جوج الواحد، وأمل تطمليل كينهزم أمام نهضة الزمامرة 5-4، الترتيب فريق صقر اكادير دائما في الصداره 47 نقطه بفارق نقطه واحده على فريق لوكوس القصر الكبير 46 نقطه والوقت اللي بعده بجوج على شباب المحمديه الذي اندحر واندحر على مستوى النتائج لانه كان ينافس على اللقب وفي المركزين الاخيرين دينامو القنيطره واولمبيك تطوان تعليق السي سعيد على النتائج الحاليه ديال البطوله والبطولة كما عرفت في الجولات الأخيرة قلت الثلاث جولات الأخيرة بالخصوص المباراة المؤجلة بين سقط أكادير ولوكوز ديال القصر عرفت تغير سابورة الترتيب كانت لوكوز ديال القصر يعني جايبة م. تقريبا يعني 16 مباراة أو 15 مباراة بدون خسارة بينما يعني سقط أكادير كان نهازم تعادل ولكن في الجولات الاخيره كما لاحظنا صقر اكادير في المرتبه الاولى بفرق نقطه يعني جوج ديال الفرق اقوى الفرق اقوى الفرق ديال البطوله انا يعني كما كنسميهم يعني القروش البيضاء يعني صقر اكادير لوكوز ديال القصار وشباب المحمديه شباب المحمديه كما كيعرف الجميع يعني انضات راس كما ذكرتي <applause> والمنافسه عاد الى اخره يعني ما بين الفرق لانهم فرق قويه قويه بزاف وحتى المباراه ديال القمه اللي لعبوا في قاعه الصادق الشاوي وكانت متلفزه بيناتهم جوج بين صقر اكادير واللوكوس ديال القصر انتهت بخمسه لثلاثه وكانت مباراه جميله وجميله جدا نمشي معاك للتجربه ديال اولمبيك تطوان سي سعيد اعراس اولمبيك تطوان اللي كنشوفوه يعاني في المركز الاخير والى حدود وقلة ما عرفتش ما عقلتش من دوره كان بدون نقاط بدون انتصار بدون اي نتيجه اولمبيك تطوان اللي كان واحد التجربه فريده كيف سبق لي ذكرت في التقديم انهم انكم معاه انت طلعتوا من من الاقسام السفلى يعني من العصبه الى البريمير ديفيزيون تقريبا واحد خمس سنين دوزتي مع فريق اولمبيك تطوان انتهت بالسنه الماضيه اشنو اللي وقع سي سعيد علاش اولمبيك تطوان شنو الاسباب اللي خلاته في هذه المرتبه هذه اولمبيك تطوان كما كيعرف الجميع يعني ضحيه المجالس المنتخبه يعني كما ذكر السي هشام في لقاء ما بقيت عاقل بالضبط يعني في لقاء متلفز قال بانه يعني الجامعه كتقوم بالواجب ديالها يعني اقصى ما في الجهد ديالها كتقوم به ولكن يعني قالها في, في لقاء معنا في لقاء معنا نيت معكم آه. آه. قال يعني على البلديات والجماعات وكذا يعني الدعم هاد الفرق ماشي يزيدوا شويش القدام آه. اولمبيك تطوان انا اللي بديت معاهم بديت معاهم في في, 2017 على ما اظن يعني في القسم الممتاز لعبنا عامين سنوتين وسنتين وفي القسم الثاني ثلاث سنوات خمس سنوات بدون دعم خمس سنوات بدون دعم ولو درهم يعني هذا هو السبب الرئيسي على ما آلت اليه يعني حال الاولمبيك في الوقت اللي كيتشوفوا الجميع أنه في المراتب الاخيره الرئيس يعني ما بقاش عنده الرغبه انه يكمل ويستمر في هذه اللعبه يعني لانه عانى وعانى بزاف خسر من, من من الجيب ديالو من القوت ديال الابناء ديالو يعني كي تشوف الامور دائما ما كتحسنش يعني العام الفائت نفس الامر يعني كنا في القسم الاول ما جاش الدعم وعدوه انه دعموه وكذا في الاخر ما جاش الدعم يعني حتى الاخر كنظن واقيلا في فصل الصيف ولا كذا كنظن واقيلا ما عرفتش واقيلا كانوا وعدوه بشي بشي, بشي مقدار عادي وصافي على ما اللي خلاك انك ما تبقاش سي سعيد طبعا ماشي ماشي هادشي بالضبط يعني سينو يعني الاداره قررت أنها ما السمر تستمر في ظل هذا التدهور يعني المالي في ظل الازمات في يعني الكريديات ما قدرتش تستمر بمعنى ما قدرتش تستمر في الاهداف اللي كنتوا رسمينها كان من المفروض زعما طلعتوا <applause> للبريمير <الـ تصفيق> ديفيزيون غتقلبوا على لاعبين اللي غيعاونوا في القسم الاول ولكن ربما الامكانيات يمكن ما لقيتوش باش لا العمل لا العام العام الفائت يعني العام الاول ديالنا بريمير ديفيزيون يعني كنا باغيين نجيبوا لعابه يعني من جهات اخرى بحال مثلا بركان قنيطره ما استطعنا شيء أصح... أ... أ... تعاقدنا مع لعابه هنايا من تطوان أ... مشينا مزيانين مشينا مزيانين أ... أ... انتهينا ب... في المرتبه على ما اظن العاشره او الثانيه عشر يعني حققنا الهدف والهدف هو اننا كنا نبقاو في القسم الاول حققناه صافي العام مثال العام الاداره يعني قالت ما تقدرش تزيد تستمر فهمتي ما تقدرش تستمر يعني وانا ما نقدرش عاود تما من... ندخل البروجي اللي هو يعني تعرف يعني خاسر يعني فهمتي يعني هابط يعني حيت على ما كنشوف انا دابا نتمنى نكون غلط حسب النتائج اللي كاينه دابا فاولمبيك تطوان في طريق مفتوح الى القسم الثاني حسب النتائج اللي كاينه دابا حسب الترتيب اللي عنده وهذا الشيء اللي كيشوف اي واحد شاف الترتيب ديال انديه البطوله نبقاو في البطوله الميركاتو الميركاتو في ضمن لانديه الفوتسال فالعصبه الوطنيه لكره القدم المتنوعه كتعلن على تمديد فتره الانتقالات الشتويه حتى 28 يناير يعني زادت واحد البركه ديال ليامات حتى 28 يناير وهذا اللي غيخلي مجموعه من الفرق انها تعزز الصفوف ديالها ولكن انا ركزت في هذه الحلقه هذه بغيت ما اسميته بتوزيع تركه شباب المحمديه مجموعه من اللاعبين المتميزين اللي كانوا إنصح التعبير هازين شباب المحمديه كلهم تم توزيعهم او توزعوا على فرق اخرى ونشوفوا النماذج محمد جواد اللي مشى الاتحاد توارقه ضمن القسم الثاني محمد جواد لاعب دولي بالفريق الوطني المغربي مشى لتعزيز فريق اتحاد ورقة وعلى ما يبدو ان اتحاد مع مجموعه من اللاعبين منهم اشرف سعود اللاعب السابق ديال الفريق الوطني عازم على تحقيق نتائج والصعود كاين هناك مشروع لصعود فريق تحت ورقة اسوة بالمشروع ديال فريق نهضة بركان انس الدحاني اللي مشى لصقر اكادير ثم عثمان بومزو اللي مشى لوكوس القصر الكبير وهنا لاحظوا ان اللي كيعزز الصفوف ديالو باللاعبين الدوليين هما المتصدرين صقر اكادير ولوكوس القصر الكبير ثم غادي نختم بدريس الرايس الفني اللي كان منذ قليل استمعنا ليه حتى هو انتقل لفريق صقر اكادير نستمعوا شنو قال دريس الرايس على الانتقال ديالو لصقر اكادير بالنسبه للتجربه ديالي مع فريق صقر اكادير أه الحمد لله ناخذ واحد التجربه اللي جديده مع واحد الفريق اللي كبير اللي كينافس على الالقاب اللي اللي لي لي فواحد كومبيتيسيون لي ديما في كومبيتيسيون ديما كيلعب على الالقاب ديما لاعب على لأ البطوله ديما لاعب على لا كوب باش انا كلاعب كان كان كنقفل في, في المنافسه وان شاء الله كنطمح باش نحقق معهم الالقاب ونهدي ان شاء الله شي القاب الجماهير السوسيه الكبير يعززان الصفوف يعني هذا الجزء الثاني والشطر الثاني من البطوله الشيء اللي نتمنوا يعطينا فرجه ان شاء الله على مستوى البطوله سي سعيد اعراس تعليق ديالك على هاد على هاد الانتقالات وخاصه هاد الاسماء اللي اللي اختاريت آه... واللي مشات من شباب المحمديه الأندية اخرى في اخر البطوله في اخر البطوله في اخر بزاف البطوله لانه من بين اهم الاسباب ديال انخي... انخفاض اداء البطوله وديال هو الانتقال مجموعة من النجوم مجموعة من اللعابة اللي هما ممتازين واللي إيه هما يعني كيحملوا القميص الوطني انتقالهم إلى فريق واحد أو فريقين أو ثلاث فرق فهمتي كيرجع بأنه كيرجعوا الفرق الأخرى كضعف كترجع ضعيفة كيبقاو ناقصين لعابه كيكونوا عندهم لعابة ناقصين تجربة ناقصين أداء آد... آد... آد تقني وأداء تكتيكي دابا غينتقلوا ديك اللعابه لفرق اخرى غيترشوا شي عايشين هنا شي عايشين هنا غادي يكون خير البطوله باش كيطلع المستوى شويش ملي كيكون فارق مثلا فيه جوج ديال النجوم ولا ثلاثه ديال ولكن النجوم ولكن غيبقاو غيبقاو كيدوروا غير في هذوك الفرق نيس دوك الجوج ثلاثه اللي ذكرتي يعني هما الفرق اللي عندها الامكانيات باش تجيب هذه اللعابه ول... لا ولكن كاين الفرق اللي استفدت بحال مثلا دينا مثلا دينا القنيطري استفد من الحارس حارس اييه يعني. أس... ما نساوش السطات ما السطات يعني فتح السطات استفدوا ثلاثه ديال اللعابه او اربعه ديال اللعابه يعني مليح حتى هو لاعب دولي اييه وفاتي لاعب دولي وسعد كنيه على ما اظن و سعد كنيه اللاعب الدولي المعتزي <applause> اه هو المعتزي وكرم يعني الحارس كرم يعني حتى هو يعني هذا فريق فتح الصطا يعني كان مثلا البطوله كان باقي فيها مثلا اكثر من 20 مباراه حتى فتح الصطا دخل في المنافسه على البطوله بهذ اللاعب هذوما يعني لانهم لاعب ممتازين آه ما يعني اللي مم. هما في, في اسفل الترتيب كيعاني في اسفل الترتيب تاوما عاود استفدوا أه من هذا هذا الشتات اللي وقع في المحمديه مم. يعني اشرف سعود وسعود أشرف جواد آه يعني لعابه مزيانين ممكن العام العام المقبل يعني حق الصعود بديك اللعابه هذوما واحد السؤال أخر سي سعيد انت متتبع ديال البطوله ومن خلال هذه الاسماء اللي ذكرنا دابا ملي كتقول لي سعد كنيه سعد كنيه اللي اعتزل دوليا وباقي كيمارس اشرف سعود اللي مقاش ضمن الاختيارات ديال السي هشام دكيك مازال كيمارس وكابيتان ديكيب ديال اتحاد تورقا قيس على ذلك لاعبين اخرين واش البطوله الوطنيه مبقاتش قادره على انها تعطي الجديد للمنتخب الوطني والبطوله الوطنيه كما كيعرف الجميع يعني انتقلت من حاله لحاله من عدد لعدد وهذا امر طبيعي انه يعني خصنا واحد واحد الفتره زمنيه اللي هي ده ده ما ما عرفوش بالضبط شحال ولكن يعني خصو واحد الفتره الزمنية باش لعل يعني تحصل البطوله يعني كانت البطوله 12 فرقه يعني تحولت مم. الى 16 فرقه يعني كان مثلا مثلا ضربوا غير مثلاً يعني كان مثلا سته ديال النجوم مثلا في تطوان كانوا كيكفيو مثلا فريقين ولكن راه رجعت البطوله فيها 16 فرقه يعني كثروا الفرق في تطوان كثروا الفرق في قنيطره كثروا الفرق يعني رجعوا ذوك النجوم مثلا كيمشيو كتجبر نجم هنايا نجم هنايا نجم هنايا نجم هنا او كتجبر مثلا كاملين مجموعين في المحمديه او لا ولا كذا وهذا امر طبيعي ان البطوله غادي يطيح الايقاع ديالها غادي يطيح الاداء ديالها التقني والتكتيكي لان اللاعب اللي كيجيو من الاقسام السفلى كيكونوا ناقصين ناقصين جاهزيه ناقصين تكتيك ناقصين تكنيك او الشباب بعد الفرق كنعتمد على الشباب مثلا من اولمبيك يعني كيعتمدوا على الشباب اولمبيك تطوان هنا يعني في تطوان كيعتمدوا على الشباب هذه من اهم الاسباب يعني النتائج السلبيه اللي عندهم انا لي والله اعلم يعني ممكن بطوله تعطي لعابه للفريق الوطني سينو مع الوقت مع الوقت مع شنو الوقت يعني شنو اللي خاصو شنو اللي خاصو يدار مثلا واش كا واش يعني باش شي. باش نمشي معاك حتى للمنتخب واش هاد المعسكرات دابا اللي, اللي كيحاول هشام كي, كي يدير كل اسبوع ياخذ اللعابه ودوز واحد ثلاث ايام ويرجعوا اللي... واش كافي هاد وطبعا يعني يعطي التمره ديالو يعطي التمره ديالو مما لا شك فيه يعطي التمره ديالو لان اللعب يعني في مع مع المنتخب الوطني راه كيكون واحد واحد ال... واحد المناخ اللي هو المناخ ديال العمل المناخ ديال العام راه كما كتعرف سيمونير يعني البطوله الوطنيه اغلب الفرق كتجبر على المناخ بعض المرات كيكون معكر معكر يعني ما معناه معناه انه يعني اغلبيه الفرق ما كاينش ما كاينش السيوله الماليه ما اغلبيه كيش آه. اغلبيه الفرق ما كاينش اللعابه كيسالوا اللعابه كيسالوا الفلوس أخو كيجي يعني كما كنقولوا كيجي يعني غير ما يدوب صافي ما كيجيش يعني متحمس ما كيجيش م. ما كيجيش الشغف ما يعمل الواجب ديالو صافي بينما الفريق الوطني يعني المناخ موجود ديال العمل آه. للظروف الشي جيده كنظن هنا يقدروا يطوروا اللعابه وبالخصوص يعني القاعه كنتكلموا على القاعه يعني حنايا من اكبر يعني السلبيات ديال الكره داخل الصاله في المغرب هو غياب القاعات هو القاعات حنايا بالنسبه لي, لي احنا غير في تطوان هنايا يعني عانينا وعانينا بزاف عانينا وعانينا بزاف من اهم الاسباب ديال 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 الديون اللي على الفرق هنا في تطوان هي ديال القاعات القاعات شدت شدت تقريبا عام ونصف ولا ما بالضبط شدات كانوا الفرق كيمشي وكيكريو ملاعب اخرى خاصه وكيلعبو في ملاعب اخرى بعيده يعني هذا ما اثر سلبا على اللعابه على الاداره على كل شيء وكتجبر بعض المرات يعني فريق كيدرب يومين أو ثلاثة م. أيام في أحسن الأحوال، وهذا غير كافي، غير كافي أنت في القسم الأول غير كافي، يعني في غالب الأحيان خصك تدرب مرات المرات خمسة المرات يعني وهذا هو من أهم الأسباب اللي تظهر كي... اللي لي أنايا أنا أثرت على الأداء ديال اللاعبين، هي غياب القاعات، فهمت، وحتى في قنيطرة كاين عيني ونفس الأمر. حتى في قنيطرة كاين كاين هذا المشكل هذا، لأن لا عدد الفرق مرة... كثير. كاين هاد الفرق عدد الفرق كثير في مدينة قنيطرة والفضاء في انتظار يعني افتتاح قاعة الوحدة يعني كاين الضغط على على هاد الشيء اللي كاين لحد الساعة مع كل اسف كنا سعداء جدا سي سعيد اعراس انك معنا في حلقة اليوم شكرا جزيلا وان شاء الله نتلاقاو في فرصة أخرى مقبلة شكرا سي سعيد مرحبا سيدي منير كنشكروك على الدعوة كنشكروك على الاستضافة الله يسهل لك الامور كنتمنوا لك الخير يعني هذا الامر اللي كتقوم به امر كبير الفوتال لان يعني الفوتسال كما قلنا يعني تقريبا مظلوم اعلاميا يعني نتمنوا نزيدوا القدام كاملين بينا في الفوتسال من راس الهرم اللي هو سي هشام الى اخر واحد نزيدوا بهذه الرياضه اللي هي حبينا مصغور ديالنا نزيدوا بها القدام وتكون في اوج العطاء دائما وعلاش ون... لا نكونوا ان شاء الله رقم صعب عالميا ونكونوا رقم واحد عالميا ايوا الحلم مشروع ولكن الخدمه حتى هي حتى هي طيب واجب طيب. 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 الخدمة, الخدمه امر واجب باش نوصلوا لهذا لهذا الحلم هذا المشروع نكونوا تحنا رقم صعب ومدرسه من مدارس الفوتسال في العالم هذا كنوصلوا لنهايه فقره هذا الاسبوع من يبغيك فوتسال شكرا لكل المشاهدين السلام عليكم شكرا لك منير على كل هذه الاخبار اللي مرتبطه بالفوتسال اللي هو جزء لا يتجزا من المنظومه الكرويه المغربيه والاكثر من ذلك انه فيه استحقاقات وفيه تتويجات اللي ربما ما دارتهاش الفوت 11 على مستوى المنتخب فلا بد انه يتعطى حقه اعلاميا وما يبقاش مظلوم كما قال الضيف ديالك شكرا لك منير يلا غادي نمشيو لفاصل قصير بعده وغادي نرجعوا نواصلوا معكم دائما 100% فار قال فار مع عبد الله ناصر بعد قليل يلا نعود ونواصل معكم 100% فار دائما مباشره على قناتكم الفضائيه شادا تيفي وصلنا لفقرتنا الاخيره باش نختموا ان شاء الله قال الفار اشقل الفار مع عبد الله ناصر اللاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني المغربي مباشره دائما معنا عبر تقنيه سكايب من بلجيكا السلام عليكم عبد الله السلام اخوي حسين كيف الحال لاباس عليك عبد الله وي خويا على باك. ما قول عبد الله قبل ما نمشيو نبداو نهضروا على المجموعات وفين واصل المجموعات لحدود الساعه المنتخب المصري والكاف فيغ دائما واحد لواحد دقيقه 89 قبل ما نمشي لهذا الشيء بسرعه بسرعه آه عبد الله ناصر فين وصلت المشروع اللي خدام عليه آه هناك في بلجيكا ديال جمع آه لاعبين مغاربه مارسو هناك في اوروبا بحال تكوين واحد النوع ديال الاكاديميه للمغاربه أو المغاري... المغار المغرب. الشباب المغربي هناك في أوروبا دابا في باروك سبورت يونايتد في الفوتسال وصلنا 51 فرقة في الفوتسال تبارك الله بالبريمير دوزيام تروزيام ديفيزيون غادي يختفوا واحد الحاجه هاد الفرق كلهم عندهم الرؤوسه مغاربه نعم ماشي فرقه فيها المغاربه وفيها بريزيدون ديال لا فيها الرؤوسه مغاربه وفي لي سيليكسيون دابا ديال من تحت ال 15 عام حتى ال 23 عام لفوت 11 دابا تنبريباريو لي سيليكسيون ديال بلجيكا وبريباريو لي سيليكسيون ديال فرنسا وبريباريو سيليكسيون ديال هولندا وبريباريو سيليكسيون ديال المانيا وجمعوهم ولي ميور 22 غادي يجمعوهم ديروا لي سيليكسيون ديال يو 17 يو 15 وداك الشيء مزيان خدام في هاد دابا كيف تسمع الاخوان قبيل عاد تيقول لك لا ليكيب ناسيونال تتريني شاك 3 جور باش يبريباريو ليكيب ناسيونال وداك راه مزيانه ولي لوطر كوتي الا الفرقه كل الا كانت ليكيب كل مره تاخذ اللعابه كيفاش غادي الفرقه ديالك تستاجر باش تلعب الفوتسال الشامبيون فوتسال نعم <applause> فهمتي <applause> دوك البطوله الوطنيه ديالنا خويا حسين الهضره دابا نهضرو على الفوتسال البطوله الوطنيه ديالنا في المغرب تقدر تعطي الدراري مزيان حيت حنا في الفوتسال ديالنا في المغرب راه في الدم ديالنا <applause> في اوروبا لا في اوروبا ولا في المغرب لي ميور جوور ديال الفوتسال راه مغاربه حتى في اوروبا لا شتي ليكيب ناسيونال بلجيكا عندها ثمانية ولا شتي ليكيب فرنسا عندها سبعة ولا شتي ليكيب ليكيب ناسيونال دي ديال ديال هولندا فيها ستة ولي ولا سبعة وتشوف فرقي أي فرقة على بروفيسيونال في أوروب المغاربة هما اللي شادين ثلاثة ولا أربعة المغاربة في أي فرقة باش <applause> <لشن تصفيق> بروفيسيوناليزيو خاص المادية راه خاص الفلوس الفلوس <تصفيق> <تصفيق> وخ عبد الله ناصر بالتوفيق في المشروع الكروي ديالكم من اجل البحث عن طاقات وشباب اللي غادي ان شاء الله يطعموا يطعموا المنتخب الوطني المغربي ماسر تسجل هدف في وقت قاتل جدا يعني الوقت بدل الضائع 93 دقيقه زادهم الحكم ست ديال الدقائق ماسر ماركات هدف الانتصار لحدود الساعه باقى واحد اربعة دقائق تقريبا تقدر تغير فيها الامور ولكن لحدود الساعه آه، مصر آه، الان جوج الواحد لصالح مصر بهذه النتيجه مصر دايزه وغادي تدوز هي الثانيه في المرتبه الثانيه إلا آه، بقات النتيجه بحال هكا عبد الله ناصر وقيلا 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 غادي نتلاقاو مع مصر وقيلا إلا تزنا حنا تزنا حنا الثاني لا احمد اخويا حسين ما خصناش نهضروا هكا شوف الماتش داز شوف الماتش ديال المغرب داز دي خايب مع الكونغو وانا قلتها لك قلت لها حنا حنا عندنا لاكاليتي باش ندو لاكوب دافريك انت قولها غير يعني لا مانيير باش تلعبوا حنا ما خصناش نخافوا من حتى الواحد عاد يعني بعدو لا ما يصروا ولا اللي بغا يكون اه اللي داز اللي يكون راه خاصك دوز راه بغيتي دير البطوله راه خاصك تدوز تلاقى مع كلشي شيء اه تكون داير حساب لاي فرقه وحنا وحنا كيما الماتش ديال الكونغو ما كاينش مزيان ملي تنهضروا على التشكيله ملي تنهضروا على لا مانيير اللي تلعبوا وهذيك ترو ديفونسيف البلوك با راه الدراري ما مرتاحينش يلعبوا هكاك راه دابا مور لا دي موند حنا غادي ما مزيان الماتش <applause> ما لعبنا مزيان هذاك <applause> الماتش <applause> 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 اللي لعبنا ضد <applause> البريزيل وغلبناه ولعبنا مزيان هذاك <applause> البريزيل سي ما كانش هما كلشي تماك حنايا <applause> <applause> يعني حنا, حنا شوف احنا بيت نهضروا على التكتيك للتكنيك كما البلوك با وهداك الشيء في هاد لي ميسيون او كريتيك با لانترينور ناسيونال او كريتيك لو جو اللي تيلعب البلاد ديالنا لا 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 فورس ديالنا ديال هاد الفرقه اللي عندنا دابا هي لاطاك نعم يو عندنا الدراري دابا طيحوا ما... مع طيحوا مع ميسير ولا طيحوا مع طيحوا مع الكاميرون ولا طيحوا مع السنغال خصنا نكونوا واجدين خصنا نكونوا واجدين ارشتي البارح دوزيام ليطا واخا الصهد حنا اوني فيزيكمون اوني با بري اه فيزيكمون <applause> ني با بري وي فيزيكمون ما خدمناش فيزيكمون هي كان شي حاجه كي كلوش في كوب دي موند واخا كان لا شالور الدراري تقاتلوا 90 دقيقه وخدموا وجراوا البارح بين المغرب دوك ليسباس اللي تي تي تاتا حسين ما جريناهمش مولف مولف مرابط يجري تجري لسبعه تولي الناس ما قدرش مع لا شالور هذا الشيء اللي هضر عليه لا شالور لا شالور والرطوبه لا شالور ريبيتي تقول الناس لا راه لافريكي اللي ديفرونت ولا لا حنا كاتريال في لا كوب دي موند ما عندو علاقه بلا كوب دي موند دابا دابا تخرجتي الكونتينو افريكان تي فافوري با... لان با... لان هذا هو الكوب دافريك الكوب دافريك تيتلعب تي تلعب الكوب دافريك معروف عليه تلعب بالصهد ديالو المناخ يعني تتلعب بالأرضية الملعب تتلعب بالقوة البدنية ديال لي فرسا لي تتلعب بأي حاجة أنا عول على استفزازات عول على أي حاجة لأن هذا هو الكوب دافريك خصك ديما توجد لهذه الأمور كاملة ميم اه لي اخويا حسين اه الاستفزازات تيران او دور تيران قبل ما تدخل الماتش بخير هذاك الشيء يعايروك يسبوك هذا هذا مع لافريك هذا كل شيء خاص توجد ليه صح خاص وجد لي داكشي اللي طرا اونتر لو كوتش وبيبا لو كوتش ما خصوش يرياجي لو كوتش سيفر ماتش ما يديهاش فيه سوا لوتور حنا ولي ولي فافوري حنا تاع ولا كات بوان اضربوا زامبيا مشي بحالنا تخليهم هما خصهم يتقاتلوا الدرير ماتش باش يدوزوا ما تعطيش ما تعطيش ما تعطيش هذيك الفرصه حنا دابا راه دزنا حنا راه دزنا حنا راه دزنا غير هو دابا بقا واش غادي تدوز انت الاول ولا تدوز انت الثاني ولكن راه دزتي لانه ملي تعادلات زامبيا وتنزانيا صافي حنا دزنا وين دابا ولكن كما قلتي خاصك تشوف واش تدوز واش انت الاول ولا الثاني فوالا راه مهمه راه مهمه لينا حنا الا بغينا نديو لا كوب دافريك شوف هادشي اللي طرا البارح في التيران وهاداك الشيء راك ما خصوش يطرا لوتر 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 ناسيونال خاصو يكون على هوتور خاصو يهرب له داك الشيء محتاج يعايروه ولا يشدو بيدو ولا يجرو ولا ما تجروش لا هو ما عيروش الركراكي تقول لك انا ما عيرتوش ايوا شوف راه صيفط لك واحد في الواتساب صيفط لك واحد الكومينيكي ديال الكونغو شفتو وقريته ودوزنا وكذلك وكذلك الجامعه الملكيه تا هي راه صيفطات دارت كومينيكي ديالها ماشي كلشي دار كومينيكي انا هضرت مع ناس ديال الكونغو راه صيفط لك كومينيكي اوفيسيال ديالهم هضرت معاهم Il regrette le clash entre de les deux pays. Elle est membre de la Fédération congolaise. Elle dit, vous êtes mon frère. Ce qui s'est passé, ce n'est pas bien pour nous deux. Elle dit, tu là. Elle dit, tu es 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 là. Elle dit, tu là. Elle dit, tu là. لي حنا حنا اولاي توجور لو فرير فوريسي لو فرير هذا ريغلي ابري لاكوب دافريك غا ان شاء الله وتا وتا البلاغ ديال الجامعه الملكيه المغربيه كان حكيم وكان زوين كان بلاغ نقي وداروا فيه الخطاب العقل وقالوا بان العكس هادشي ما ياثرش على العلاقات المغربيه الكونغوليه والعلاقات المغربيه الكونغوليه متميزه وحنا اشقاء اخوت وإلى اخره لا الباب باب لي جورنو كونغولي بيب... هضروا هادره... بال دبابا قال لك ما خاصوش يرياجي كوم سا سي لي فوتبول سي راه تاع لا يمشي بحالو الى عيرت هيرا... اقول لك اخويا راه دابا راه دخلوا دابا دخلوا دابا للحرب الحرب صافي دير اه الماتشات قاصحين الماتشات قاصحين دوزيام تور خاص لك حسلك... لو كوش ناسيونال لي جلس جلس بعداك شوف لي فوت لي دار من لا كوب دي مون دابا الى كومي لي ميم زيرور لي شونجمون لي دارو لي شاك ماتش لي تيدير لي شونجمون ما تعطيوش اها دير سافودير سافودير اخويا خصنا حنا دابا دا. ندخلوا الدراري ندخلوا الدراري اللي غادي يقضي الغرض معنا <facial> اه غرض الغرض هذا الشيء اللي كاين دابا ما كاينش لا باش تعادل ولا خص تغلب خص تغلب اخويا باش دوز دوز بريميي بريميي مهم لينا يا ياي ياي اتاسف اتاسف خويا عبد الله الكاف فيغ تسجل هدف التعادل في الدقيقه ما عرفت شنو وقيل صافي هاي <applause> سيف لي دابا الاربيط اه دقيقه الاخرى في الوقت بدل الضائع الكاف فيغ او الراس الاخضر تيسجلوا الهدف التعادل واعرين الكاف فيغ عبد الله خدموا وطوروا الكره ديالهم بزاف خدموا دو زون لا خدموا دو زون خدموا دو زون جابوا هولندا جابوا راه عندهم اربعه خمسه تلعبوا من هولندا جابوهم خدموا اللي تعادلوا معنا راه كانوا ديجا بيان اللي تعادلوا معنا في الرباط ولي هذه دو زون خدموا هادشي اللي خاصو نديرو حنا ما درناش حنا كان نور لا لاكوب دي مود ديرو ديرو هاد الوايو تري فور لا اونسيا دوايو مع الوايو جديد الدراري الجداد كيدافع ديجا لعبو 6 ولا 7 ماتش مع هاد ليكيب باش يولفو ماشي تجيبو لاكوب كوب دافريك عاديو باش يدخلوا يلعبوا تري ديفيسيل نعم دابا دابا انا تنتكلم معاك و تنشوف في الماتش اون ميم طون ف آه، عرفتي الكافير خليني نقول لك بان فعلا طوروا الكره ديالهم بشكل كبير وطوروا ديك العقليه الاحترافيه عند اللعابه شوف دابا دابا الماتش كان غادي واحد لواحد حتى 93 دقيقه 93 دقيقه زادهم لاربيت 6 ديال الدقائق هاد 6 دقائق ماركات فيها مصر الجوج لواحد مصر دايزه مزيان وصلت الدقيقة السادسة يعني صافي الدقيقة الأخرى ويسيف لي الأربيض الكونغو كافيغ ماركات التعادل يعني باش تبقى لاعب ومحافظ على لا ديالك راه راه خصك تكون فرقه كبيره و هادي آه لا دوزيام هادي راه دوزيام ليكيب ديالهم با لا بريمير لا اللي لي لعبا اه بزاف تلعبها ما لعبوش آه لان هما دايزين اصلا هما دايزين اصلا وما تنساش موزامبيك تعادل <تعرفت> مع غانا اه دونك غانا مشاو بحالهم اه أخديو. غانا مشات غانا ما عرفناش شنو طرا ليها هاد العام هذا و الخدمه الخدمه خاصها نشوف في لافريك كلشي تطور راه شتي موزامبيك اللاعب اللي لعبوا وشتي الكاف فيرد اللي لعبوا آه 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 غانا 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 عبد الله طرا ليها المشكل ديالاش ديال انهم كانت عندهم واحد الفرقه واعره اللي مشات الربع النهائي في 2010 في جنوب افريقيا في كوب دي موند كانت عندهم فرقه واعره مشاو بها مزيان بقاو محافظين تقريبا على نفس اللعابه ملي دوك اللعابه كبروا ما بقاوش قادين يعطيو مشى المنتخب معاهم ما داروش البديل هو اللي تنشوفو دابا في غانا وبقاو دوك لي فرير ايو هما اللي كاينين في المنتخب دابا 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 هادشي هادشي اللي تهضر على غانا ابليكو للمغرب حنا حنا عندنا هاد الوايو اللي تهضر دابا على الوايو من 17 عام تا البريمير ايكيب اللي جاي الدراري راه جايين صحيح صحيح الدراري في المستوى الجايين خاصك دابا تعطيهم له فرصة باش يأدابتاو انا قلت انا هاد لاكوب دافريك ما مهمش ليا يعني يع. انايا هذا ندي ولا ما نديوش والله ماشي با, با لا خويا نديو عبد الله لا نديو راه من 77 تري ديفيسيل ديفيسيل لا لا دابا تهضر هو دي هو ديفيسيل صح صعيب ديفيسيل علاش علاش ما عندناش تجربه في لافريك هاد اللعابه ما عندهمش تجربه في لافريك وي والعام الجاي غنلعبوا في بلادنا سافيدير لعبوا في المغرب الجو فورميدابل تيرالات فورميدابل ولكن لي زوطر ايكيب غادي يجي يلعبوا معنا لقاو هذاك لي ميم لي ميم سيركونستونس سافيدير حتى العام الجاي واخا نلعبوا في بلادنا راه ماشي 100% غادي يديو لا كوب دافريك اه اه شفتي ترى اليوم لا كوت ديفوار لا ديفوار دخلوا مع الاخرين 4 0 اه 4 0 حتى واحد ما كان تيظن بان الكوت ديفوار تخسر مع غينيا ب 4-0 حتى هما الدراري ديالهم تيلعبوا برا باش نقول لك كيش تهضر على الماتش ديال الرطوبه المغرب الرطوبه الصاد الصاد راه توليز ايكيب اخويا عندهم المشاكل توليز ايكيب باب الكوت ديفوار اللعاب ديالهم تيلعبوا برا راه شتي اليوم لعبوا ما عندهم حتى لا فورش باش يزيدوا نعم نعم 4-0 حتى واحد ما كان تيتوقع الكوت ديفوار تنهزم ب 4- ب 4-0 دابا دابا الماتش هو سالا ديال مصر والكافير سالا بالتعادل جوج جوج دابا مصر عندها ثلاثه ديال النقاط ها دوزو غادي دوزوا وقت احسن ثالثه تنظن اه لا, لا. آه 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 الموزمبيق و و سميتو تعادلوا تعادلوا مشاو تعادلوا هذا هذا مشاو ابقات ابقات مصر دوزيام اذا مصر مصر دايزا دوزيام مزيان مصر ديزا دوزيام كان فيغ دايزا هي الاولى مزيان قول لي يا عبد الله ناصر الا مشينا للجروبات الاخرين مثلا لان هاد الكوب دافريك غينيا غينيا الاستوائيه نيجيريا دازوا بجوج سبعه نقاط سبعه نقاط داز غينيا هي الاولى وتبعها نيجيريا الراس الاخضر مصر غانا موزمبيق داز الراس الاخضر هي الاولى وتبعتها مصر آه السنغال غينيا الكاميرون غامبيا دازت السنغال وغينيا السنغال الاولى اوغينيا هي الثانيه انغولا بوركينا فاسو الجزائر موريتانيا باقي هاد الجروب باقي ما وضحش. عندك انغولا عندها اربعه ديال النقاط بوركينا فاسو عندها اربعه ديال النقاط الجزائر عندها جوج ديال النقاط موريتانيا عندها صفر نقطه موريتانيا صافي مشات انما غادي تبقى الماتشات الان الجايه الماتش الثالث الجزائر غتلعب مع موريتانيا انغولا تلعب مع بوركينا فاسو في نظرك هاد الجروب آه عبد الله ناصر شكون اللي يقدر يدوز فيه دابا باقا باقا ما بين انغولا وبوركينا فاسو والجزائر على تظل انغولا انغولا بوركينا فاسو غادي يتفاهموا باش يلعبوا ماتش اللي يدوزوا بجوج الا لعبوا ماتشين غادي تولي عندهم خمسه ديال النقاط يدوزوا بجوج ولكن الجزائر الا ربحت موريتانيا تولي عندها خمسه ديال النقاط حيت وي عندك الصح يدوزوا يدوزوا بثلاثه غادي يدوز دوز وحده فيهم كاحسن ثالثه اما الى اما الى مثلا ربحات الجزائر موريتانيا يوليو عندها خمسه الى انغولا ربحات بوركينا فاسو او بوركينا فاسو ربحات انغولا غادي يولي عندها سبعه يعني وحده فيهم غادي تدوز الاولى وتبع الجزائر في حاله ما لا شي وحده ربحات في انغولا بوركينا فاسو اما الى انغولا بوركينا فاسو سالو تعادل تولي عندهم خمسه خمسه الى الجزائر ربحات موريتانيا غادي تولي عندها خمسه يقدروا يدوزوا بثلاثه الاولى والثانيه واحسن ثالثه وي. اما الى موريتانيا دار شي ماتشين مع الجزائر او ربحات الجزائر فتنظر بان تقدر الجزائر تقصى دابا موريتانيا راه سمعتي المدرب شنو قال قال لك حنا دو با دا كادو حنا ما جيناش باش نعطيو لي كادو للفراقي نعم موريتانيا موريتانيا شفت لي تروا ماتش اي جو با موفيز ايكيب لعبوا مزيان لي تروا لي دو ماتش اللي لعبوا دابا صحيح صحيح أت تبغي غادي تبغي تقصى بشرف الا تقزع لا غلبو لا لا غلبو لا الا غلبات تحافظ على حدودها لا لا غلبو لا غلبات موريتانيا يكون عندهم 3 بوين اه وقول الفراج غادي يلعب دور في لي 3 بوين دونك عندك دابا عندك الكونغو الكونغو تقول لا إلى 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 موريتانيا <applause> إلى ربحات موريتانيا إلى ربحات الجزائر موريتانيا تبقى تولي عندها 3 بوين والجزائر تبقى عندها 2 بوين يعني اش غادي يولي؟ غادي يولي انغولا بوركينا فاسو موريتانيا الا اختاروها كاحسن ثالثه وي هادشي غادي يكون نمشيو لمالي جنوب افريقيا ناميبيا تونس مالي أربعة ديال النقاط جنوب افريقيا ثلاثة ديال النقاط ناميبيا ثلاثة ديال النقاط تونس نقطة واحدة تونس فاجأت الجميع عندها دابا نقطة في نظرك هذا الماتش تنعرفوا دابا تونس عندها ماتش مع جنوب افريقيا ماتش قاصح مالي مع ناميبيا هاد الجروب توا باقي باقي ما توضحتش فيه الامور لا على لي يعني شفت ماليا احسن فرقه في هذاك الجروب تري بون ليكيب تري بون و وتنابي بيا فاجعونا صح 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 اه عندهم ثلاثه نقاط راه بحالهم بحال جنوب افريقيا انا تظل تظل توس ما عادش يدوزو صعيب يدوزو صعيب يدوزو انا تظل مالي انا تظل مالي مالي وسود افريقيا غادي اها <تصح> تخرج ما... تخرج على اذا 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 عندنا تونس آه الماتش المقبل تونس مع جنوب افريقيا ياك؟ وي ماتش براج هذا براج التونس آه آه براج لتونس وتا جنوب افريقيا الى هو الى تعادلت جنوب افريقيا مع تونس تولي عندها اربعه نقط جنوب افريقيا الى ربحات تولي عندها سبعه ولا خسرات تبقى عندها ثلاثه ولكن تونس تولي عندها ربحه لا ربحه لا ربحات اما الى تعادلت تونس اي ولا عندها جوج نقاط ولا خسرت تبقى عندها نقطه تيبقى الماتش ديال ناميبيا مالي الى تعادلوا مالي تولي عندها خمسه ناميبيا تولي عندها اربعه يعني تونس حظوظها ضعيفه اه دابا تونس خصهم اوبليجي يغلبوا خصهم اوبليجي يغلبوا اوبليجي يخرجوا صح, صح. شتي سود سود افريك ما بداوش مزيان ولي لوتر كوتي راه تونس التونسي غلبو حيت لافريك دو نور خاصها يريبريزونتي دوز مم. المغرب يدوزو حنا مع 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 تونس بعداك مزيانه بعداك لي بي مغرب بعداك ولي مشكله مشكله دخلنا دخلنا هاد كوب دافريك ما كانش لي زيكسكوز اخويا حسين ما كانش لي زيكسكوز خاص تكون خاص تكون فيت خاص تكون كيبك بك بلاد قلت لك بواحد البوكسور لا شباب ما اش غادي ياكل عصا في لاري لا نقاش ياكل عصا اش 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 ترا دابا حنا الدراري تيجيو راه خاصك واحد دو دي جور كاز جور دو بريباراسيون فيزيك باش تكون مزيان فيزيكمون و سيرتو دابا سيرتو دابا عبد الله ولات الكره تتلعب على لو فيزيك اكثر من اي حاجه اخرى وي دابا دابا اللي ما فهمتش انايا علاش ليكيب ناسيونال دوزيام ميطون فيزيكمون fingers... فيزيك طاح عندك عندك لي داتا عندك لي جي بي اس عارف الدري فواش واصل وما واصلش عارف دير واش من تريني مزيان ما ترينيش مزيان عارف دابا أه، أه، لي جي بي اس ديال الدراري اللي كاين دابا لي جي بي اس دو ترافاي ما تعرفش واصل بكري ما كاينش هذاك الشيء صحيح في الوقت ديالي في الوقت ديالي تدخل تيرا لا تعرف, بروق ديالي، بروق ديالي تعرف راسك مزيان ماشي مزيان دابا لا دابا الجي بي اس يقول لك لا راه راه خصك تجيد هنايا خصك تخدم هنايا خصك تاكل هوك خصك نعم أوكي. وحتى دوكي. حتى داك وحتى لون لون بغينا نشوف هاد في هاد الجانب اللي جبتي عبد الله هو مهم جدا راه كاينين الناس دابا خبراء في في فلاناتومي وهاد الجي بي اس ديال اللعاب راه كاين دابا خبراء اللي تيجي تيقول لك شوف عندك هذا اللعاب راه ما يقدرش يلعب لك 90 دقيقه راه عندك هاد اللعاب ايكون توب يعطيك بزاف في 35 دقيقة، راه عنده 35 الميسكل ديالو لي بومون ديالو القلب ديالو راه طوف في هاد 35، من ورا 35 دقيقة ما تعولش عليه، هاد الشيء راه مهم كاين اللعابة مثلا تيكونوا عندهم بعض بعض ما نقولش ما مو... عندهم ميسكل ما معاونوش كاين اللي عنده ميسكل لي دكتور مثلا كي تكون عنده لي دكتور كبار شويه هاد لي موسكل اللي كاينين في لانتيريو ديال الفخاد تكونوا كبار شويه اه عباد الله راه معروف بان واحد عنده لي دكتور كبار فايت القياس ما غاديش يعطيوه في الا بغى يجري فهاد الشيء خصو راه مهم جدا كما قلتي الجي بي اس ديال العام التكنولوجي التكنولوجي ميديكال التكنولوجي سبورتيف حسين رحله رحله عدله عدله ماشي معدلاش حنا المغرب عنده المغرب عنده تولي التكنيك دير حنايا حنايا لا باز دو طرافاي لا باز دو طرافاي خصك تخدم مزيان صافي دير ما تقدرش تعتمد على المغرب المغرب ما تقدرش تعتمد على لا ديفونس ما تقدرش تعتمد على الخدمه خص تخدم تجري 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 تسعين في المية والاخر يعدم الكرة تا الكرة حيت حيت دابا في لافريك راه خاصك انت تكون عندك الكرة نعم اه خاصك انت علاش باش لادفيرسير هو يعيا ماشي هو 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 اللي يضرب تمارة وين يضرب تمارا حنا لا حنا تخلوا الكره لادفيرسي تضربوا تمارا تنوليو <applause> حنا اللي ضاربين تماره وهو مرتاح هو مرتاح ادخل سيزيام دي فينال هادشي تقول هادشي اللي اللي قلت نهار الحد عاوتاني على الجيري بي تي راه تطيح كيلو كيلو ونص في الماتش هاد الماتشات, الماتشات. راه كنت تكون 70 كيلو ملي تخرج من الماتش تتوزن 68 كيلو تعد أتحد... 60 علاش؟ الماء والعريق الماء والعراق والجري ومع معشات ما تتاكلش مزيان وما تلعبش مزيان خاصك دير الكليبه والكليبه يمرضك وهذا وتا غير دونك حنا لا بريباراسيون لا بريباراسيون فيزيك خاصك ديرها مزيانه صح وما تنساش الدراري جابوا البطوله كاين اللي يلعب كاين اللي يلعب بحال اكيرات مسكين يلعب لا كوب دي روب يلعب هذاك لا فاتيك تاع هو اللي اللي تشوفو الدراري اللي كيلعبوا في واحد البطوله كبيره راه تي في التيران يلعبوا بطوله كبيره صح صحيح

واضحة وآخر الكلام هو هذا أربعة 4, -4 جوج نديو كوب دافريك إن شاء الله يلا موعدنا يوم الأربعاء إن شاء الله في مقابلة المغرب ضد زامبيا مع تسعود ديال الليل غادي يبدا بالتوقيت المغربي غادي يبدا الماتش وحنا بلاطو التحليل غادي يكون من بعد الماتش مع الحداش إن شاء الله معك سي عبد الله ناصر شكرا لك أمسية سعيدة الله يبارك فيك تحياتي شكرا لك عبد الله ناصر اللي كان معنا عبر سكيب من بلجيكا يلا أبقى لنا إلا نختموا نلقاوكم في 100% فار يوم الاثنين المقبل إن شاء الله أما تغطية ديال كانو المنتخب المغربي يوم الأربعاء بعد مباراته أمام زامبيا واحد موفق إن شاء الله إلى اللقاء